دكتور الصورة واضحة عندك هلا؟ ايه تمام، اقلب على الصفحة اللي بعدها. تماما، عندنا الآليات الفيزيولوجية أو الأربع طبقات اللي يتألف منها القرحة أو اللي تصيبها القرحة. عندنا سطح متقيح متموت، يعني عبارة عن نخر فبريني، أو عندي تنخرات ليفية تحته ونسيج حبيبي في الطبقة تحت طبقة التنخرات الجلدية مثل ما شايفين بالأسهم. عندي أول شيء السطح ما هو ما متقيح، متموت تقريبا، وفي تنخرات ليفية تحته أو نسيج ليفي عبارة عن نخر خلوي، في تشكل نسيج حبيبي في الطبقة تحت طبقة التنخرات الليفية. وبعدين ممكن يصير عندي تليف يحل محل الجدار العضلي. هلا التليف صار مشكلة، يعني القرحة صارت راح تؤدي لمرحلة تضيق أو تبلسم مرحلة الانسداد، والتليف يعيق حركة الغشاء المخاطي، لذلك ما راح فيكم تعرض أكبر للحمض، لذلك ما ظل في مرونة الغشاء المخاطي حتى يتحرك أو يبعد الحمض عن التماس طويل الأمد معه. لذلك هاي من المواهبات أنه تزداد أمور أو اختلاطات القرحة بالشكل هذا. بعده طيب، القرحة مثل ما عندنا الأشعة الأماكن لحدوث القرحة هي قرحة الاثني عشر والقرحة العفاجية، وعندي القرحة المعدية. طيب، هي ثاني أشعة سبب للقرحات، تتوضع غالبا على منطقة الحناء الصغير والغار، ممكن نشوفها على الانحناء الكبير والجدار الأمامي أو الخلفي للانحناء الكبير، أو نشوفها بأماكن المفاغرات، هاي خصوصا تكون بالصائم إذا كان في مفاغرة معوية معدية. هاي الأماكن الأشعة والقرحة مثل ما نعرف هي غالبا آفة وحيدة وليس متعددة. في عندنا مثل ما راح يمر معنا بزولنجر أليسون بنشوف قرحات متعددة. هلا أنواع الخلايا والغدد الموجودة بالمعدة أو الجدار المعدي، عند القسم القريب من المعدة أو في القاع عندنا الجسم. لفات صوتي سكروا يا شباب. ماشي، اللي عندنا الغدد او الخلايا الموجوده في القسم القريب من المعده، عندنا الخلايا الجداريه ومثل ما نعرف هي الخلايا المفرزه لحمض كلور الماء والعامل الداخلي. مثل ما نعرف العامل الداخلي مسؤول عن امتصاص فيتامين بي 12. عندي الخلايا المخاطيه المفرزه للمخاط، هاي طبعا المخاط نعرف له دور حامي من التقرحات الهضميه. عندي الخلايا الرئيسيه المفرزه لمولد البيبسين، طبعا البيبسين عامل حال للمخاطية مثل ما نعرف، والخلايا دي المفرزة للسوماتوستاتين. هل الغدد البوابية الموجودة في البواب المعدة أو القسم البعيد من المعدة، عند الخلايا المخاطية المفرزة للمخاط، وعند الخلايا دي المفرزة للجاسترين. راح نشوف أن الجاسترين يفرز لأرقام عالية في زولنجر أليسون. هاي الأشكال الموجودة عندكم، ما بفهمكم انتم. العوامل الحمايه عندي طبعا القرحه تحدث بعدم توازن بين عوامل المقرحه او العوامل المؤثره على الغشاء المخاطي والعمار والعوامل الحاميه للغشاء المخاطي. هل عندي عده عوامل او امور تلعب دور بحمايه الغشاء المخاطي؟ اول شيء افراز المخاط. المخاط طبعا راح يشكل لي طبقه رقيقه تسمح بالتباعد أو يحمي الخلايا البطانية من التأثير المباشر للحمض والبنسين والمواد الأخرى المقرحة. إفراز البيكربونات، أيضا البيكربونات مثل ما نعرف تعدل حموضة المعدة أو الحموض الموجودة داخل لمعة الأمعاء. البروستاجلاندينات، البروستاجلاندين له دور موسع وعائي، طبعا كل ما تزيد التوعية راح تزيد تروية الغشاء المخاطي، وبالتالي يحرض على إفراز المخاط والبيكربونات ويحفز الجريان الدموي
ويثبط افراز الحمض المعدي. طبعا عندنا الغشاء المخاطي ايضا يتجدد مثل ما نعرف، وكل ما كان معدل التجديد اكثر كلما قلت نسبه ظهور الاختلاطات القرحيه. جريان الدم ضمن الطبقه المخاطيه ايضا يزيد الاكسجين والبيكربونات والمواد الغذائيه كلها الى الخلايا الظهاريه، وبالتالي يحميها من تاثير المواد المقرحه او المواد المسحجه والتي تؤدي الى اذيه الغشاء المخاطي للمعده. بعده العوامل المهاجمه تقسم الى عوامل طبيعيه موجوده عند الشخص وعوامل خارجيه ياخذها الشخص او يتناولها سواء دوائي او عادات مثل التدخين او الكحول. العوامل الطبيعيه عند المفرز الحامضي للمعده، كل ما زاد نسبه افراز الحمض تزيد نسبه التقرحات، الانزيمات الحاله البروتينات التربسين مثل ما نعرف الانزيمات البروتينات لها دور واقي بالمعده، اذا كان راحت عند انزيمات حل البروتينات مثل التربسين راح يزيد معدل التقرح. العوامل غير الطبيعية أو عوامل خارجية أخذها المريض لسبب ما أو نتيجة التعرض لإنتان مثل عند الملتوية البوابية الهيلوباكتر بولاري، عند التدخين الكحول، طبعا كثرة مضادات استخدام مضادات الالتهاب الغير استرويدية مثل ما نعرف هي السبب الأساسي للقرحات المعدية، بينما القرحات العفجية السبب الأساسي هي الملتوية البوابية. هل استخدام السترويدات القشرية؟ السترويدات القشرية بحد ذاتها غير مقرحة، لا تقرح، ولكن تزيد خطورة النزف الهضمي عند الذين يتناولون مضادات التهاب لا استرويدية وعندهم سوابق قرحية، تزيد معدل النزف بعشر أضعاف، يعني تزيد بمعدل 10 مرات، أما بحد ذاتها غير مقرحة. هنا حاطين استخدام خاطئ، جايبينكم اياه انه استرويدات بحد ذاتها غير مقرحه للغشاء المخاطي للمعده. بعده مثل ما ناخذ خلاصه انه القرحه هي عباره عن تاكل وهضم للخلايا بفعل البسين حمض الكلور الماء، وهي مثل ما صار اختل التوازن بين العوامل الحاميه والعوامل المهاجمة للغشاء المخاطي راح يصير عندنا التقرح. هذا رسم توضيحي بالصورة اللي بده تشوفه. أهم العوامل اللي تؤدي للتقرح خصوصا عندنا مثل ما نعرف القرحة العفجية أشياء من القرحة الهضمية، والقرحة العفجية أشياء سبب لها هو الملتوية البوابية، توجد بنسبة تقريبا نسبة عالية جدا عند المصابين، توصل 90% عند المصابين بالقرحة العفجية، بينما نسبة وجودها عند المصابين بالقرحة المعدية 70%. هاي تنتقل للجرثومة عن طريق الطعام الماء الملوثين، استعمل وسط المعدة، طبعا هاي تحتاج الوسط قلوي، طبعا تفرز انزيم الانزيم اليورياز يسوي عد الحموضة المعدية فيترك له مجال للعمل او وسط ملائم بلمعة المعدة، وهي تتحول الامونيا الى نشادر، عفوا تحول اليوريا الى نشادر. لما تحول مثل ما قلت تملك انزيم اليورياز، اليورياز يحول اليوريا الى نشادر او امونيا، الامونيا لها خاصة قلوية تسوي تعديل موضعي للوسط الحامضي مما يحمي، يعني تسوي بالمنطقة المحيطة بنفس الجرثومة، المنطقة المحيطة فيها صارت قلوية ممكن يعطيها فرصة للتحرك أو أذية الغشاء المخاطي للمعدة. بعدين تتحرك بواسطة لها سياط مثل ما راح نشوف بالشكل التوضيحي لها، وتقوم بإفراز بروتين البروتياز، وهذا البروتين يعمل على تفكيك الروابط البروتينية السكرية الموجودة في الحاجز المخاطي. بعدها تفرز انزيم الفوسفوليباز وعمل سوامة اخرى، هاي توصل تخرب الطبقة الظهارية للمعدة او الخلايا المعدية. بعدين يصير عندي شلال التهابي، يفرز خلايا التهابية وبالتالي حدوث الالتهاب مزمن. العديلات طبعا نتيجة الكيموتاكسيس أو الجذب الكيماوي تجي على المنطقة المتأذية وتقوم بإفراز أنزيم الميلوبيروكسيداز أو البيروكسيداز النقوية نسميها. وبعدين يصير عندي تفعيل العامل المنشط للصفيحات، كل الشلالات هاي تؤدي إلى إعاقة للجريان الدموي نقاطية المعدة، وبالتالي
يحدث نقر أو تصحج بالخلايا الظهرية للغشاء المعوي. بعدين بعدين هاي صورة توضيحية للملتوية البوابية. شوفين تفرز انزيم اليورياز، بعدين تفرز هالامور هاي، بعدين تفرز الليبو اكسجيناز، وكل هالخلايا شوفوها انتم، تشوفوها لانه تاخرنا شوي. هلا مضادات التهاب الاسترويديه، طبعا مثل ما نعرف التهاب اول شيء يأثر على مخاطية المعدة، يسوي نقص تروية موضعي، وبالتالي ايضا يزيد يثبط انتاج البروستاجلاندينات، وبالتالي آلية مضادات التهاب غير استرويدية في التقرح او القرحة المعدية او القرحة الهضمية تؤدي الى نقص تروية موضعي واعاقة افراز البروستاجلاندينات الموسعة للأوعية، وبالتالي يحصل التنخر أو التصحج. مثل ما استخدام جرعة المفرطة من السترويدات القشرية، طبعا مثل ما حكيت السترويدات القشرية لا تزيد عوامل التقرح، إنما تزيد خطورة النزف الهضمي للمرضى اللي عندهم صوابع قرحية أو عندهم قرحة هضمية، أما بحد ذاتها غير مقرحة. التدخين، طبعا التدخين لا يسبب بحد ذاته قرحة، إنما يزيد ويفاقم نقص التروية للغشاء المخاطي للمعدة، وممكن يزيد نسبة النكس في القرحة الهضمية. قرحات الشدة مثل ما نعرف عندنا عدة عوامل تذهب لقرحات الشدة، مثل البرد الشديد أو الحر الشديد، التوتر، التعرض لعمل جراحي كبير، الحروق، عندنا قرحة كوشينج وقرحة كيرلينج. هذه كل الآليات فيها تقليل التروية ونقص إفراز البروستاجلاندينات الموسعة للأوعية، وبالتالي حصول فقر دم موضعي أو نقص تروية موضعية وليس فقر دم، وبالتالي يصير ضمور بالمخاطية أو تصحج بالمخاطية، وبالتالي تؤهب لحدوث القرحة. هلا عندي متلازمة زولينجر أليسون، عندي ايمت ما عندي مريض عنده اكثر من قرحه وباكثر من مكان شائع، يعني ايمت نشك بمتلازمه زولنجر؟ اذا شفنا قرحات متعدده وقرحات غير نموذجيه، يعني ما بشوف على انحناء صغير المعده او بغار المعده، بشوفها غالبا وين؟ ممكن بالمنطقه ما بعد الاماكن الشائعه، ما بعد البوابيه، فعندي غالبا زياده هائله او كميه هائله بافراز الجاسترين، وبالتالي يزداد إفراز حمض كلور الماء. هل عندي شيء اسمه رتج ميكل؟ مثل ما شايفين بالرسم التوضيحي اللي عندي غالبا هي مثل ما قلنا أورام مفرزة للجاسترين زولنجر أليسون، ممكن نشوفه بالمعدة والبنكرياس والعفاج، يؤدي إلى إفراز مستوى الجاسترين في الدم، وبالتالي مثل ما نعرف الجاسترين يزيد افراز حمض كلور الماء الموجود بالمعده، وبالتالي يزداد خطر حدوث التقرح نتيجه زياده افراز الحمض. هلا رتج ميكل، عبارة عن هو تشوه غالبا نشوف يسبب نزف هضمي عند اليفعان بسن تقريبا بين 9 سنوات إلى 16 أو 17 سنة، غالبا يجي المريض بنزف هضمي غالبا نتيجة حصول قرحة في منطقة الرتج أو التهاب. بس عندي ممكن الآفة نشوفها، الآفات اللي تؤدي للتقرح، ممكن نشوف التهاب بطانة المعدة الشامل إذا صارت القرحة على منطقة أو شملت منطقة واسعة من الغشاء المخاطي للمعدة. هاي نشوفها غالبا بنتيجة آلية نقص التروية، ونشوفها غالبا عند كبار السن. بعده
الأعراض السريرية اللي نشوفها في القرحة والمرافقة للقرحة، غالبا عندي ألم شرسوفي أو ألم تشنجي منطقة الشرسوف، أو طبعا يعني ألم القرحة كله تقريبا منطقة الشرسوف، أو ممكن يصير يميل قليلا إلى المراق الأيسر. عندي ألم أما منطقة يجي على الجوع أو يجي على الأكل. إذا كان غالبا يجي على الجوع، غالبا يتحسن عند تناول الطعام لإعادة الظهور بعد تناول مثل وجبات ب3 ساعات. هذا ألم. وين ألم القرحة المعدية؟ إمتى يظهر على الجوع ويتحسن على تناول الطعام أو يعود الظهور بعد تناول الطعام؟ إمتى ما صار المعدة فارغة من الأكل، ازداد إفراز الحمض، يصير تماس مباشر بين الحمض والغشاء المخاطي للمعدة بينما وجود الطعام يخفف من التماس المباشر بين الطعام والحمض المعدي. مثل ما قلنا الألم في الليل، ليش الليل يظهر ألم القرحة؟ غالبا الليلي بسبب زيادة المقوية الكولينية أو الأستيل كولين. مثل ما نعرف الأستيل كولين أحد العوامل التي تساعد على زيادة إفراز الحمض، فذلك تسيطر المقوية الكولونية أثناء الليل، فذلك ممكن يزداد ألم القرحة في الليل. طبعا أكيد راح يصير عندي نتيجة التنبيه المبهمي، مثل ما نعرف أن العصب الرئيسي في المعدة والعصب المبهم قد يترفع مغثيان أقياء أو حس تطبل وتجشؤ، بالإضافة إلى خسارة وزن. خسارة وزن ليش؟ لأنه المريض هذا نشوفه بالقرحة العفجية غالبا، بينما القرحة المعدية قد نلاحظ زيادة وزن. بحالة القرحة العفجية المريض يزداد ألمه على الأكل، لذلك راح نشوفه ممكن يتجنب المريض الأكل من شان ما يزيد الألم عنده، لذلك ممكن يترافق بنقص وزن. بينما قد ألم المريض القرحة المعدية ممكن يكون عنده زيادة وزن. بعده هل عندي عدة وسائل تشخيصية روتينية، يعني مثل فحوصات عامة، تحري وجود نزف إذا شكينا بوجود نزف بالقرحة المعدية. المعدية ممكن أطلب تحاليل روتينية مثل هيماتوكريت أو خضاب. إذا جاني مريض بفقر دم مزمن وشكيت بآفة معدية أو هضمية، ممكن أطلب تحري دم خفي بالبراز، ممكن أطلب الضاد الملتوية البوابية. طبعا الوسيلة الأساسية للتشخيص هي وأفضل طريقة هي التنظير الهضمي العلوي، أو أسوي اختبار اليورياز السريع لكشف الهيلوباكتر بولاري، أو فحص الزفير باليوريا. هذا كله يدل على الإصابة بالملتوي البوابية. وطبعا نعيد ونأكد أنه أفضل فحص هو التنظير الهضمي العلوي، وإذا كان عندي لقيت بالتنظير قرحات معدية يجب أن أخذ عدة خزعات من القرحة لنفي الخباثة، بينما القرحة العفجية لا تتطلب الخزعات. بعده دكتور، بالتنظير الهضمي العلوي لوين أكثر مكان ممكن نوصل له أو يوصل له المنظار؟ نتجاوز تقريبا للقطعة الثانية للعفاج ممكن. ايه مثل ما نعرف احنا بالتنظير شو اسمه الهضمي ممكن نوصل احيانا للقطعة الثانية للعفاج، ماشي، بينما السفلي نوصل تقريبا للدسام الدقائق الأعوري، ممكن في عانة تتجاوز. لذلك تظل الأمعاء الدقيقة بدون تصوير. إذا كان عندي رتج ميكيل أو شكيت نزف مصدر الأمعاء الدقيقة، ألجأ له في شيء اسمه التصوير بالكبسولة، تصوير فيديو ينزلوه، فيديو شريط فيديو مثل حبة الدواء بينزل على الأمعاء يصورها كامل، بس كأمعاء دقيقة ما بتصور. عندي تقريبا القطعة الثانية للعفاج ممكن يوصل المنظار. مثل ما قلنا الخزعة ضرورية للتمييز بين الخزعات، تقريبا آخذ شيء معدل 10 خزعات، طبعا من محيط، لا ما باخذهن من مكان واحد من شان لانه ممكن تكون مكان مسرطن مكان غير مسرطنة. فإذا كان عندي الخزعات سلبية، وإذا كان عندي شك بوجود سرطان نقوم بالتنظير. حينما احنا مريض الخزعة عفوا مريض القرح العظمية ما بننظر مباشر، يعني عندي أعراض سريرية وصفية، ألم شرسوفي، خف مثل بالتناول الأكل أو شيء، أو الأمور هاي يعني تطبل فقر دم أو شيء أو علامات، فما بنظر أحطه على معالجة
بعدين، او حتى اذا شو اسمه سويت له تنظير واجت نتائج الخزعات سلبية، ممكن هنا اعيد له التنظير مرة ثانية. هلا احيانا ممكن نقول احنا لها عدة صفات، يعني القرحة الحميدة عن القرحة الخبيثة ممكن بتكون اكبر، ممكن متعددة، ممكن اماكن غير نموذجية. فهاي الامور كلها بحد ذاتها لا يمكن تميز بين القرحة الحميدة والقرحة الخبيثة. غالبا الجأ للتنظير، الخزعة هي الفاصل بين القرحة الحميدة والقرحة الخبيثة. بعدين العلاج، طبعا عندي اما علاج موضعي، مضادات الحموضة الموضعية مثل المالوكس او السكلورفات، هذول أدوية موضعية، أو حاصرات الهيستامين H2، طبعا هذول تستهدف مستقبلات الهيستامين، أو مثبطات مضخة البروتون البي بي آي. مثل ما نعرف البي بي آي هي أشياء مثبط أو أقوى مثبط لإفراز الحمض، لأنه تختصر عندي 3 طرق، عندي السبيل العصبي عبر الأستيل كولين، وعندي تحرر الهستامين، وعندي إفراز الحمض. فالنهاية الطور النهائي والطريق النهائي عن طريق مضخة البوتاسيوم هيدروجين، لذلك مثبطات مضخة البروتون هي أقوى مثبط لإفراز الحمض. اللي بعده، هلا الأكليزيا أو الارتخائية، مثل ما نعرف هو اضطراب حركي يصيب أسفل المري نتيجة غياب أو اضطراب في الظفيرة العصبية بأسفل المري. مثل ما نعرف التشخيص طبعا ما نشوف بجسم المري، جسم المري راح يكون غياب الحركات التموجية. ليش غياب الحركات التموجية؟ نتيجة الانسداد المزمن، يصير في فشل تقلص، يصير المري متوسع على المسرة السفلية. عندما بياكل المريض ما يصير عنده استجابة للبلع، يصير عنده مثل الانسداد المزمن. الأكليزيا تكون أكثر شيوعا لدى البالغين بعمر تقريبا 40-25 سنة، تكون عند الأطفال بنسبة 5%، وطبعا هي نسبة عالية. قد نشاهد أكليزيا ثانوية، الأكليزيا الثانوية نشوفها بالأورام الخبيثة مثل أورام المعدة، نشوفها باللمفومات، نشوفها عند كبار السن، كلها نسميها أكليزيا ثانوية وليست بدئية. البدئية تختلف عن الثانوية، الثانوية غالبا نشوفها بأورام المعدة، ونشوفها باللمفومات، ممكن نشوفها عند كبار السن نتيجة تنكس الضفائر العصبية اللي هي ضفيرة أورباخ على ما أعتقد. نقلب الصفحة، شايفين عندي الماري متضيق بالصورة على اليمين، متضيق تماما ومتوسع على الماري، بينما بالطرف الثاني الماري ما متوسع ولا متضيق من الأسفل. بعد مثل ما قلنا الظفيرة العضلية المعوية وظفيرة أورباخ، هاي تتوضع بين الطبقتين العضليتين الخارجية الطولانية والداخلية الدائرية. مثل هاي تؤمن وظيفة هاي الظفيرة، هاي تؤمن التعصيب الحركي للطبقتين العضلية الدائرية والطولانية، تقوم بتأمين التعصيب المحرك المفرز للطبقة المخاطية، وتتحكم بحركية المريء. فغياب هذه الظفيرة أو اضطراب عملها يؤدينا إلى شيء اسمه الأكليزيا، والتي تقاس يعني باختبار الضغوط داخل المريء. البعدة، الأعراض اللي راجع فيها مريض الأكليزيا، ممكن يصير عنده أقياءات أو عسر. السبب الأساسي عسر البلع عنده، يكون أكثر المواد الطعامية الصلبة. طبعا إحنا مثل ما نعرف المواد السائلة ما بدها يعني سهولة المرور تمر عبر التضيق بين المواد الصلبة أكثر مرور. هي ميزة موجودة الأكلاز، يعطيه شربوا ماء بارد، يحصل تشنج للمريء. فأي أحيانا بيجيك سؤال يقول لك مريض صار عنده عسرة بلع بعد ما شرب مي بارد، فغالبا هاي نشك بالأكليزيا. طبعا يمكن أن يؤدي إلى فقدان وزن. ليش تدينا الأكليزيا إلى فقدان وزن؟ لأن المريض ما عم يأكل وما عم يمر
عبر المريء إلى المعدة، ممكن يصير عندي ألم في الصدر نتيجة توسع المريء وضغطه على الأعضاء المجاورة، سواء عقد عصبية أو أعصاب حسية. ممكن المريض يصير عنده حرقة في المريء نتيجة تعرض المريء للمواد المخرشة. ممكن يصير عنده المريض يحس أن اللقمة الطعامية واقفة بالحلق ما عم تنزل لتحت، بالإضافة إلى حدوث القلس. طبعا القلس هي طعام غير مهضوم، بينما القلس اللي يحصل من المعدة يكون طعام مهضوم، لذلك ممكن المريض يرجع أو يستفرغ الطعام اللي أكله بعد يوم أو يومين. سعال ليلي، ممكن يصير عندي استنشاق نتيجة ارتجاع محتويات المريء غير المهضومة ودخولها إلى الطريق التنفسي. في حدا له سؤال؟ المضاعفات راح أكيد راح يصير عندي سوء تغذية، فقدان وزن نتيجة عدم وصول دواء إلى غذاء إلى المعدة. هلا بصورة الصدر عندي 3 موجودات لازم نعرفها بصورة الصدر. حدا يتذكر هالشي؟ الموجودات الوصفية بصورة الصدر عند مريض الأكاليزيا. حدا بيقدر يجاوبني على السؤال هذا؟ ايش العلامات اللي تشوفوها عند مريض؟ هاي صورة الصدر ايش فيها؟ نشوف أهم 3 شعاعية، طبعا مو الصورة الظليلة، الصورة الشعاعية العادية للصدر. أول علامة اللي مو ذاكر لكم إياها بالكتاب، غياب جيب المعدة الهوائية. أول علامة هي غياب جيب المعدة الهوائي. العلامة الثانية اللي حاطين محل، لا لا، هاي بالصورة الظليلة علامة المنقار، عم أحكي عن صورة الصدر. صورة الصدر البسيطة اللي حاطين لكم إياها هاي، أول فيها 3 علامات تدلنا على الأكاليزيا. أول علامة هي غياب جيب المعدة الهوائي باليسار، ما عم شوف جيب المعدة، هاي أهم وأول علامة. العلامة الثانية ممكن أشوف سويات سائلة غازية نتيجة توسع المريء، نشوفها حاطينها بالسهم الأسود. والعلامة الثانية عرض المنصف نتيجة توسع المريء. هذول 3 علامات للأكاليزيا على صورة الصدر الشعاعية. أهم علامة هي غياب جيب المعدة الهوائي، العلامة الثانية مستويات سائلة غازية، والعلامة الثالثة هي عرض المنصف نتيجة توسع المريء. بينما الصورة الظليلة أو بلعة الباريوم أو الصورة الظليلة باليارم، نشوف منقار الطير أو ذيل الفأر نتيجة تضيق القسم السفلي من المري. شايفين حاطين صورة جنب الصورة الظليلة تقريبا تشبهها، فهي نتيجة تضيق الشديد بالمسرة المرئية السفلية. بعدها هلا الطفلة تعاني من الأعراض التالية، التهابات تنفسية متكررة. ليش يصير عندي التهابات تنفسية متكررة؟ من شان نتيجة الاستنشاق المتكرر، فقدان وزن أكيد، ما راح توصل أغذية أو أطعمة للمعدة، شعور بحس اختناق أكيد، تضغط على القصبات أو الرغام، المري المتوسع مثل ما نعرف المري يصير خلف الرغامة نتيجة توسع المري، ممكن يضغط على الرغام ممكن يسبب لنا، بالإضافة لعسرة البلع يسبب لنا ضيق نفس، سعال نتيجة تخريش مستقبلات السعال، حدوث إقياءات لطعام غير مهضوم بعد تناول الوجبة، ممكن الطعام يستقر بالمريض 3 لـ4 ساعات بعدين يحصل عندنا إقياء لأطعمة غير مهضومة. مثل ما نعود وأكرر أنه عكس مريض القلس، مريض القلس نشوف الأطعمة مهضومة صار عند المريض استفراغ، بينما بالأكاليزيا أو تشنج أسفل المريء أو انسداد أسفل المريء ما راح اشوف طعام هذا، ما اشوف الطعام على حاله، ممكن المريض بس الاكل يستفرغه بعد 2 أو 3 ساعات. بعده هلا مثل ما نعرف الجذر المعدي المرئي او القلس، مش هو عبارة عن، ارجع للصورة، هو عبارة عن التهاب أو قلس المواد
هذا اختبار حركة المريء مشان الأكل، زي مثل ما قلنا التشخيص أو الاختبار المشخص هو اختبار حركة المريء أو الضغوط داخل المريء، يتم خلال الأنبوب إدخال أنبوب أنفي معدي إلى داخل جسم المريء وقياس الضغوط. الجزر المعدي المريئي مثل ما نعرف هو مرض يستهدف الإصابة تكون مخاطية المريء، طبعا نتيجة ارتخاء غير مبرر للمعصر المرئية السفلية. طبعا الارتخاء ينجم عن عدة عوامل، ممكن تكون الأطعمة، ممكن المشروبات، ممكن العادات السيئة. فينتج إيش يصير عندي؟ راح يصير عندي التهاب أسفل المري، ممكن يؤدي لألم حارق خلف القصم مستمر ومتكرر. عندي طبعا شائع هذا المرض نسميه الجرد أو الجزر المعدي المريئي، شائع تقريبا حوالي 70% من مرضى راجعي العيادات يوميا يعانون من أعراض المرض. اللي عندي مثل ما قلت يصيب المعصرة المرئية السفلية هنيك فيها تشنج نتيجة غياب الضفيرة العصبية، أما هنا يصيبها ارتخاء وبالتالي تقلص مواد المعدة إلى القسم السفلي من المريء. هنا عندي تقلص، هنا تقلص المريء غير كافي لارتجاع المواد الطعامية، وبالتالي تذهب المواد الطعامية المهضومة من أو محتويات المعدة تذهب إلى المريء وتسبب لي التهاب أسفل المريء. طبعا قد يكون المريض يعاني مراحل متقدمة، مثل ما نعرف يعاني من عسرة بلع نتيجة التهاب أسفل المريء وحصول تليفات وبالتالي تضيق، هاي مراحل متأخرة من داء القلس. طبعا تشخيص داء القلس، العوامل الخطورة أسباب المرض، طبعا دي ثلاث عوامل أساسية تشترك في حدوث المرض. حدوث خلل، طبعا خلل بالمعصرة هو السبب الأساسي، حدوث خلل معصرة المرئية السفلية مثل ما قلنا نتيجة انخفاض ضغط المرئية على المعصرة المرئية السفلية، وانخفاض الضغط في المعصرة المرئية السفلية أثناء الراحة وارتفاع الضغط، أي ارتفاع ضغط داخل البطن ممكن يساعد على حدوث القلس أو استرخاء مثل ما قلنا المعصرة المرئية السفلية، أو انخفاض الضغط طبعا لها ضغط أثناء الراحة، إذا انخفض هذا الضغط راح يزود لي حدوث القلس. لا ممكن انخفاض مقاومة الطبقة المخاطية في المريء إذا صار عندي أسفل المريء تعرض بشكل متكرر للعوامل الكاوية الراجعة من المعدة ممكن تسبب لي تقرحات أو التهاب أسفل المريء، وانخفاض معدل تصفية المريء للمواد المرتجعة، يعني مواد طولت بالمريء فسببت لي تماس زائد مع لمعة المريء، وبالتالي هذا يؤدي لي إلى ضعف بالحركة التمعوجية، يعني تصير عندي مثل الحلقة المعيمة، صار عندي ارتخاء بالمعصرة، رجعت المواد، طول هالمواد هاي تساهم لي بضعف الحركة التمعوجية بالمريء، وبالتالي بتظل بقت أطول بتماس مع المخاطية، وبالتالي تؤدي لي الأذيات بالمخاطية ونقص الحركات التمعوجية. والله أنا يعني اليوم أنا حاسب أعطيك لهينا بس يعني ما هو أكثر يعني. يلا خير ان شاء الله، لا يهمك حكيم، معلش بنكمل غير ماشي. النهار ان شاء الله. طيب تحياتي إن شاء لك، الله. مشكور هلا حكيم، ماشي، يعطيك العافية أهلنا. الله يجزيك الخير يا رب. الله يسلمك. هلا.